حلقة جديدة من برنامج دقيقة ونص مع شهاب لتصليح المسجلات والإلكترونيات. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. خبرنا عن المحل شوي، قدي صار له كم سنة وشو بتعملوا بالمحل؟ محل في بنشتغل بالبضاعة الألمانية إلو من 89 تقريبا، نشتغل صيانة بيع، كنا جملة هلأ ما في جملة بالبلد، مسجلات ألمانية كلها طبعا. بتصلحوا مسجلات إذا حدا عنده مشكلة بمسجل السيارة؟ طبيعي كل شيء، مسجلات، صيانة، تصليح أدوات كهربائية صغيرة، مكانات حلاقة، أجهزة خليوي، كل شيء خاصه بالالكترونيات، له علاقه بالالكترونيات، احجام صغيره طبعا. عم تحكي عن خبره طويله، انتم صار لكم سنين بهذا الدومين، وكبتوا التطور. يعني اذا سياره موديلها جديد طبيعي الكل، حتى فتح الكودات، كل الموديلات تقريبا عندنا اياها، بنفتح كودات مسجلات مقفله بتيجي من برا. حلو كتير منيح. عنوانكم وين؟ النبطيه، ورا مطعم الاسطوره بالزروبه. ايوه بالزروبه، ورا صف ثاني لجوه. اوكي تمام. مقابل الجامع الكبير يعني بالنباطية، انتو بالسوق بس بالخلف ايوه صف تاني. أيوة. تحت مستوصف النجدة ورا الاسطورة ورا سلوم. اوكي تمام. متابعينا ما تنسوا اي حدا بده يضوي على مؤسسته او يعمل دعاية بدقيقة ونص يتواصل على الرقم اللي عم بيشوفوا قدامه على الشاشة. يعطيكم العافية.